لا يستطيع الإنسان أن ينجو من الرياء إلا بتوفيق الله عز وجل. فأكثر من الدعاء يكثر الإنسان دائما: اللهم إني أسألك الإخلاص لوجهك الكريم، اللهم إني أعوذ بك من الرياء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الأمر الأول. ثانيا، يرائي العبد إذا ضعف الإيمان في قلبه واستخف بربه والعياذ بالله، فشغلته الدنيا عن الآخرة، فينظر إلى مدح الناس وينسى مدح ملك الجنة والناس سبحانه، وينظر إلى رضا المخلوقين وينسى رضا ربهم الخلاق العليم سبحانه. فمن عظم وعظم ربه في قلبه لن يصاب برياء، بقدر كمال التوحيد والمعرفة بأسماء الله وصفاته تجد العبد منصرفا إلى الله بالكلية. إذا كمل توحيده انصرف قلبه كله إلى الله عز وجل. اللهم اجعلنا ذلك الرجل، تعرف الله بأسمائه وصفاته. حينما تنظر إلى حقارة الدنيا، ولو أن هذه الدنيا كلها وضعت بين يديك فلن تغني لك من الله شيئا، فماذا تريد عند الدنيا وأهلها؟ حينما تنظر أنك إذا صليت هذه الصلاة وأقبلت فيها على الله إقبالا تاما، أن الله ينور بها قلبك ويشرح بها صدرك وييسر بها أمرك ويعصمك بها من الفتن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه عطايا الله، في إذا عملت له وأخلصت لوجهه، وأن الله يكفيك الرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وأن الله يجعلها صلة لك وأنها خير الأعمال، استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وأن ربك وصاك بها من فوق سبع سماوات، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. تقول: ربي أمرني أن أقيم الصلاة وأن أصرفها له وأن أتوجه إليه سبحانه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فتتوجه إلى الله بكليتك وأنت تستشعر عظمة الله. لكن لما تنظر إلى المخلوق، هذا الذي يراك أو هذا المخلوق الذي يسمعك، ماذا يغني لك من الله؟ ماذا عند المخلوقين؟ لماذا يقف الإنسان إماما يصلي فينظر إلى عجب الناس بتلاوته؟ لماذا يدعو الناس هنا أنه عشائية وفجرية هنا وهناك؟ لماذا لا يصلي كما صلى السلف؟ لماذا لا يقبل على بيت ربه كما أقبل الأئمة ومن ذهب يرجون ما عند الله؟ إذا تذكرت أن هذه الصلاة نورا لك في قبرك، وأنك الآن موسد في اللحد لا تجد نورا مثل نور الصلاة، ما الذي يدعوك هذا؟ يدعوك أنك لا تفكر في أحد، وتدخل المسجد ما تلتفت إلى أحد، لا عن يمينك ولا عن شمالك، وإذا جئت تقف تخطب أو تعظ أو تدرس أو تعلم أو توجه ما تلتفت إلى أحد، لأنك تريد هذه الكلمات، تريد هذه الجمل نورا لك في قبرك وحجة لك بين يدي ربك. هذا سوق الآخرة، ليس بسوق الدنيا. حينما تتذكر أنك واقف بين يدي الله حافيا عاريا تعرض عليه أعمالك في يوم فيه صفة لا تغيب عن المؤمن الذي يخشى الله ويخافه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما ينفع يوم القيامة إلا الصدق، ولا ينفع إلا الإخلاص، الكذب، الرياء، الغش، هذا كله يذهب، ذهب مع الدنيا. إذا ذهب الإنسان إلى الآخرة ذهب كل هذا، انكشف الغطاء، وجاءت سكرة الموت بالحق، أي أنها إذا جاءت فليس بعدها إلا الحق، ليس بعدها الكذب ولا النفاق ولا الغش. إذا وقف العبد بين يدي الله يقول: حفظت القرآن وضبطت القرآن وأنا عندي كذا وكذا وعندي الشهادة الفلانية وفعلت وفعلت، هذا يقول للمخلوقين. حينما تقول للمخلوق ترجو ما عند المخلوق، فمعنى ذلك أنك لا ترجو عند الله شيئا. وإذا كنت ترجو المخلوق فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك،
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرياء ما يأتي إلا من الجهل بالله سبحانه وتعالى والجهل بما عند الله من الخيرات والرحمات والنفحات في الدين والدنيا والآخرة. فتعرف على الله، وهذا يدعوك إلى أن تأخذ بالأسباب التي تزيد من توحيدك لربك وخشيتك لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنك إذا ابتليت بالرياء فقف بعد الرياء وحاسب نفسك وقل ماذا جنيت، ماذا جنيت حينما تكلمت وحاضرت ووعظت وصليت وعلمت ووجهت، وأنت تريد أن فلان يراك وأن فلان يمدحك وأن فلان يثني على خطبتك أو يذكر بديع قراءتك، ماذا استفدت؟ هب أن الناس كلهم مدحوك والله لا يحبك، هل يغني لك ذلك من الله شيئا؟ هب أن هذه القلوب كلها أقبلت عليك والله معرض عنك، أعوذ بالله، ماذا يغني، ماذا يغني عنك هذا الخلق؟ الخلق ما فيد ميل قلوب العالمين إلي إن كان رب العالمين لم يرضى علي، ما فيد هذا، ما في فائدة. المعرفة بالله سبحانه، إذا وقعت في الرياء مباشرة تتوب وتستغفر وتنيب إلى الله، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان ولذة الإيقان، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، اللهم إله الأولين والآخرين نعوذ بك أن نصرف وجوهنا إلى غيرك، اللهم اجعلنا ممن نصب وجهه إليك وابتغى ما عندك، اللهم اغفر لنا كل رياء وسمعة، اللهم اغفر لنا كل رياء وسمعة، اللهم نستغفرك ونتوب إليك من أقوال وأعمال لم نرد بها وجهك، نسألك اللهم أن تغفرها وأن تتجاوز عنا فيها وأن ترفع عنا آثارها السيئة في ديننا ودنيانا، اللهم خلص أعمالنا وأقوالنا من الرياء، واجعلنا ممن أراد وجهك وابتغى ما عندك وفاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.